سنة 2017 كانت بداية سقوط فكرة المايكرو ترانزاكشن من عالم الألعاب، وشركتين بس هما كانوا أساس الموضوع ده في السنة دي. أنا شادي جي إن، والنهاردة هنتكلم عن انتهاء عصر المشتريات المدفوعة اللي بتأثر على الألعاب. بس يا ريت قبل ما الفيديو يبدأ متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تساعدنا في إن احنا بنقدمه. فكرة المشتريات المدفوعة موجودة في ألعاب كتير من زمان، ولكن في 2017 الموضوع زاد عن حده في لعبتين بالذات، وهما Call of Duty World War 2 وStar Wars Battlefront 2، وبالأخص في لعبة Battlefront 2، لأن المشتريات فيها كانت بتأثر على اللعبة بشكل ضخم. والمضحك أكتر إن في بعض الأحيان إنك بتدفع فلوس في حاجات شبه Supply Drops، وفعليا ما كنتش بتاخد أي حاجة عليها القيمة، ولو عايز تتحسن أكتر بتدفع أكتر. في نفس السنة دي نزلت لعبة فورتنايت باتل رويال من شركة ايبك جيمز، واللي كانت ولا زالت لعبة مجانية. اي نعم اللعبة فيها مشتريات، ولكن ملهاش اي تأثير اطلاقا على اللعبة، وهي بتكون مجرد شكلية بتشتريها لو عايز الناس تقول انك معاك سكنز حلوة في اللعبة. انما اللعبة بتعتمد عليك وعلى مهارتك الشخصية اللي بتطورها مع نفسك مع التجربة الاكتر. تخيل ان لعبة مجانية بتقدم لك تجربة مجانية بالكامل، وبتديك امكانية انك تشتري حاجات او لا، ولكن كل ده بيكون بمزاجك. وفي نفس الوقت عندك شركة EA منزلة لعبة Star Wars Battlefront 2 بسعر $60، ولو عايز تتحسن فيها ويبقى معاك حاجات اقوى، اللعبة بتقولك ادفع فيها فلوس وانت وحظك تاخد حاجات او لا. طبعا كوميونيتي اللاعبين مسكتش على الكلام ده، ووجه نقد ضخم للشركة، والاعلام اتكلم عن الموضوع ده بشكل عام، وقال ان الموضوع ده كله عبارة عن سرقة. ولكن الموضوع ما وقفش لحد هنا، لا ده الموضوع زاد عن حده اكتر في فيفا 19، لدرجة ان الشركة دخلت المحكمة وكان دفاعها عن النفس غبي جدا، وكانت بتقولك ان الموضوع زيه زي القمار، واللي هو محلل قانونيا في البلاد الأوروبية، إلا إن الموضوع ما ينفعش يتاخد بالشكل ده. بعد الضغط التقيل اللي تعرضت له الشركة، قررت إنها تغير سياستها عشان ما تخسرش ملايين من اللاعبين خلال السنين اللي جاية. وبداية التغيير ده كانت في لعبة باتل فيلد V. اللعبة نزلت بسعر $60 في خلال حدث إي بلاي 2018، وتم التأكيد إن أي إضافات مستقبلية في اللعبة سواء كانت شخصيات أو أسلحة أو خرائط هتتوفر مجانا لكل اللاعبين. لا مش كده وبس، ده كمان في إضافات هتنزل تكمل القصة وتتوفر هي كمان مجانا لكل اللاعبين. كل اللي عليك تعمله انك تدفع $60 بس، وهتاخد كل المميزات دي بدون اي مشاكل. بالاضافة لده، فاللعبة نزل لها في شهر مارس 2019 مود باتل رويال، حقق نجاح كويس جدا لانه توفر على شكل تحديث مجاني لكل الناس اللي معاهم اللعبة. شركة EA اتعلمت من الدرس ده، عشان كده في فبراير 2019 شفنا اصدار لعبة ابيكس ليجن المجانية من استوديو ريسبون انترتينمنت، واللي هي عبارة عن لعبة باتل رويال من منظور الشخص الاول، ماشية على نفس النهج اللي مشيت بيه لعبة فورتنايت، واللي هو بانها تقدم لك تجربة مجانية بشكل كامل، وفي نظام باتل باس ومشتريات تقدر تدفع فيها فلوس حقيقية من جيبك، ولكن ده مش هيأثر على التجربة النهائية بشكل عام. المشتريات عبارة عن شكليات هتخلي شكلك مختلف بين اللاعبين اللي بيحبوا اللعبة. في الوقت اللي قررت شركة EA انها تسمع لمجتمع اللاعبين وتقدم حاجات اللي الناس عايزاها، قررت شركة Activision انها تمشي في نفس اسلوبها السيء، ونزلت لعبة Call of Duty Black Ops 4 اللي لازال فيها Supply Drops. لا ده مش كده وبس، ده كل الاسلحة والخرائط الجديدة بتتفتح عن طريق انك بتشتري اضافات في اللعبة، وده طبعا كان غريب جدا لان السوق كان فيه Battlefield V وFortnite اللي سياستهم كانت كويسة جدا وماشية بشكل ممتاز، بس كان لازم شركة Activision تاخد خطوة سيئة عشان تفوق من اللي هي فيه. نقد اللاعبين اتحول من شركة EA لشركة Activision، واول ما تم الاعلان عن Call of Duty Modern Warfare في مايو 2019 كل حاجة اتغيرت. شركة Activision بالفعل قررت انها تسمع لكلام اللاعبين، واللعبة هي اول لعبة في السلسلة من سنين طويلة هتقدم لك افضل تجربة بمقابل الفلوس اللي انت هتدفعها. انت هتدفع في اللعبة $60 وهتاخد قصة اونلاين وسوشيال اوبريشن، واي خرائط هتنزل في اللعبة هتتوفر بشكل مجاني لكل اللاعبين. وكمان اللعبة قدمت نظام الباتل باس اللي متوفر فيه جوائز مجانية. الجوائز المجانية عبارة عن حاجات مهمة زي الاسلحة الجديدة اللي نزلت في الموسم الجديد، اما باقي الحاجات فهي حاجات شكلية للاسلحة والشخصيات بتاعتك، وتقدر تفتحها عن طريق انك تشتري الباتل باس نفسه. وبكده اللعبة بقت ماشية بنفس النظام اللي مشيت عليه فورتنايت وابيكس ليجن، والنظام ده زي ما قلنا انه عجب لاعبين كتير وكل الناس بتشكر فيه. شركة اكتيفيجن اخدت موضوع النقد بجدية اكتر، ولما قررت تنزل باتل رويال اللي هو باسم وورزون، قررت تخلي المود متوفر بشكل مجاني لكل اللاعبين على كل المنصات، ومش هيكون محتاج انك تشتري مودرن وورفير عشان تقدر تجرب المود، على عكس لعبة باتل فيلد اللي بتجبرك تشتري اللعبة
عشان تجرب موديل باتل رويال اللي موجود فيها. الاحلى من كده بقى ان كول اوف ديوتي مودرن وورفير وموديل باتل رويال اللي فيها اللي هو باسم وورزون بيدعموا خاصيه اللعب المشترك من كل المنصات. يعني لو معاك اللعبه على بي سي تقدر تلعبها مع اصحابك اللي هم على الكونسول سواء كان بلاي ستيشن 4 او اكس بوكس، وكل ده بيحصل من غير اي مشاكل. ومش بس كده، لا ده الشركه قررت كمان انها تشيل نظام السبلاي دروبس من اللعبه، ولو دخلت على الستور بتاع اللعبه وحبيت تشتري حاجه فتقدر تشتري اي حاجه انت عايزها بالثمن الموجود قدامك سواء كانت اسلحه او سكنز. ومبقاش في نظام اشتري وانت وحظك، لا ده انت بتدفع فلوس وانت شايف وعارف بالظبط ايه الحاجه اللي انت هتشتريها. بالامثله دي نقدر نوضح ان الشركه الاساسيه اللي كانت سبب في انها توقع نظام المشتريات المدفوعه اللي بتاثر على الالعاب هي شركه ايبك جيمز بتقديمها لنموذج لعبه فورتنايت باتل رويال. شركه اي اي مشيت وراها لما لقت ان عدد كبير من الناس بينتقد الاسلوب اللي هي كانت بتستخدمه، والشركه اللي مشيت وراهم هما الاثنين هي شركه اكتيفيجن. وبشكل عام خلاص كل الشركات بقت ماشيه بالنظام ده عشان تقدم افضل تجربه ممكنه للاعبين وافضل قيمه مقابل السعر اللي انت بتدفعه في اللعبه بتاعتهم. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا ريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان تساعدنا في تقديم المحتوى ده وعشان تشجعنا وتحفزنا ان احنا نقدم محتوى اكتر واكتر. وبس كده، كان معاكم شادي اي جي ان، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.